انضم إلينا من القدس المحتلة الدكتور حسين الديك خبير الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور حسين في هذه التغطية. يعني هذه الوثيقة تحمل بعض المقترحات من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اليوم التالي للحرب في غزة. ربما من اللافت أنه ذكر أنه لا يريد المفاوضات أو الحديث مع الجانب الفلسطيني بشكل مباشر، وأيضا يرفض استمرار أو يرفض فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية أحادية الجانب. يعني في المقابل هناك مفاوضات تجرى في باريس، بني جانتس قال عنها أنها علامة أولية تشير إلى إمكانية إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق. كيف يمكن لهذه المفاوضات أن تستمر في ظل المقترحات التي رأيناها من رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ صباح الخير لك وللسادة المشاهدين والمشاهدات. هذه الوثيقة أو هذا الإعلان عن هذه الوثيقة أو يمكن تسميتها التسريبات، لأن ليس هناك حتى اللحظة إعلان رسمي أو قرار رسمي بأن هناك وثيقة وهناك بنود لهذه الوثيقة وسيتم اعتمادها من قبل مجلس الحرب الإسرائيلي والمجلس الوزاري المصغر ومن ثم الحكومة الإسرائيلية. ولكن مجرد الحديث عن هذه الوثيقة هذا يشير إلى أمر في غاية الأهمية، وهذا الأمر هو أنه لطالما استمرت حكومة بنيامين نتنياهو ترفض الحديث عن جداول زمنية لإنهاء هذه الحرب أو عن اليوم التالي للحرب، وهذا هو كان المطلب الأمريكي منذ البداية، تحديد جدول زمني وما هو العمل في اليوم التالي لهذه الحرب. مجرد التسريبات حول هذه الوثيقة تشير إلى قضية في غاية الأهمية، أن زمن هذه الحرب قد أوشك على الاقتراب من الانتهاء، وليس فقط الاقتراب من الانتهاء، ربما تغيير أدوات وأساليب هذه الحرب كما هو مطروح أمريكيا من خلال مهاجمة نقاط محددة، عمليات خاطفة، والتخفيف من حدة استهداف المدنيين والقصف العشوائي بما عرف بالهجمات الغبية. ولكن دكتور حسين، هل يمكن الاستمرار في المفاوضات والمحادثات خاصة التي تجرى في باريس اليوم في ظل يعني استمرار نتنياهو في التعنت فيما يتعلق ب المحادثات والمفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسطيني وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأيضا التخطيط لما هو بعد الحرب فيما يتعلق بإدارة قطاع غزة؟ اليوم بنيامين نتنياهو يتصرف بمنطق قوي جدا. القوة التي يمتلكها بنيامين نتنياهو تستند إلى ثلاثة فواعل أساسية. الفاعل الأول وهو التأييد الشعبي لاستمرار الحرب. حتى اللحظة هناك 70% من المجتمع الإسرائيلي تؤيد استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة. ثانيا التأييد الحكومي والغالبية داخل الحكومة الإسرائيلية بما فيها بيني جانس رئيس حزب المعسكر الرسمي أو المعسكر الوطني أو الوحدة الوطنية يؤيد استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة. والفاعل الأهم والأقوى هو التأييد الأمريكي والبريطاني والأوروبي إلى حد ما لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة. لذلك بنيامين نتنياهو يتجه في هذا الاتجاه بخطين متوازيين، أولا زيادة الضغط العسكري واستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة ميدانيا، والاتجاه الثاني هو الاستمرار بالمفاوضات حول الوصول إلى صفقة تؤدي إلى هدنة مؤقتة وليس وقف إطلاق نار، والتسريبات من اتفاق باريس الذي الأولي الذي تم التوافق عليه وتراجع عنه نتنياهو أن حركة حماس تنازلت عن موقفها فيما يتعلق بوقف إطلاق نار نهائي، وقف دائم لإطلاق النار في المرحلة الأولى، بمعنى أن بنيامين نتنياهو يسير وفد استراتيجية عسكرية وهي الضغط العسكري واستمرار مفاوضات الهدنة للوصول إلى هدنة مؤقتة من أجل إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة. ولكن إمكانية نجاح هذه المفاوضات هي مرهونة بالتفاصيل، لأن دائما الشيطان يكمن في التفاصيل ويتعلق بقضيتين أساسيتين. القضية الأولى هي التحركات العسكرية خلال فترة الهدنة، هل بقاء الجيش الإسرائيلي داخل التجمعات السكانية أم
إعادة انتشار إلى خارج التجمعات السكانية والتمركز في المناطق المفتوحة، وقف الطيران العسكري والمسيرات. والقضية الثانية والأهم هي إصرار حركة حماس على عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شمال غزة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها، وهذه القضية لا زالت عالقة ويرفضها الإسرائيليون في المفاوضات. أضف إلى ذلك تأتي قضية المعتقلين، عدد المعتقلين، الأعمار، الأسماء. هناك قضية معقدة جدا في هذه المفاوضات، ولكن أبدت حركة حماس مرونة في المفاوضات، لكن الموقف الإسرائيلي وموقف بنيامين نتنياهو لا زال متعنتا ويستند إلى مصدر قوة: التأييد الشعبي، التأييد الحكومي، الأغلبية داخل الكنيسة الإسرائيلي، والدعم الأمريكي اللامحدود. ورأينا ما حصل منذ يومين، الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي. ولكن هذا الفيتو الأمريكي هو كان وحيدا في مجلس الأمن، صحيح بريطانيا هي رفضت التصويت أو امتنعت عن التصويت، ولكن يعني الفيتو الأمريكي يبقى وحيدا، وبالتالي هناك انعزال سياسي ودبلوماسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالموقف الداعم لإسرائيل. نعم، هناك عزلة أمريكية، ولكن هذه العزلة حافظت على سقوط هذا القرار ورفض إطلاق النار في قطاع غزة واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وهذا يعني يكشف قضية في غاية الأهمية، أن كل ما يدور في الحديث الإعلامي أو خلف الأبواب المغلقة عن هناك خلافات ما بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وهناك موقف بنيامين نتنياهو من قبل الرئيس بايدن، قد يكون هذا صحيحا جزئيا في المواقف الشخصية، ولكن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية هي علاقة مؤسساتية قائمة على المؤسسات وليس على الأشخاص. يختلف بنيامين نتنياهو وجو نعم يعني نحن نشير إلى أن الخلافات هي خلافات حول استراتيجية نتنياهو لهذه الحرب، ربما التفاصيل فيما يتعلق بالخلاف هي غير معلومة، ولكن ربما تشير التقديرات ويشير الكثير من المراقبين بأن بايدن والإدارة الأمريكية يعني هناك رفض على الأقل لاجتياح بري لرفح على سبيل المثال، هناك رفض لفكرة الإدارة أو التصور الإسرائيلي أو تصور بنيامين نتنياهو لما ستكون قطاع غزة عليه. يعني هذه النقاط ألا تعتبر نقاط مهمة حيوية ربما الإدارة الأمريكية تستغلها وتمتنع عن بعض دعم لإسرائيل من خلالها؟ أولا فيما يتعلق باجتياح رفح، ليس هناك رفض أمريكي، هناك موافقة أمريكية، ولكن يجب أن يكون هناك خطة لتحييد المدنيين عن أماكن العمليات العسكرية والاشتباك. لا تتم هذه العملية بدون خطة لتحييد المدنيين. أن تتم، نعم هناك اتفاق على العملية العسكرية، ولكن يجب أن يكون لها محددات. هذا من جانب. الجانب الآخر، نعم الفترة المستقبلية أو الإدارة المستقبلية، نعم يوجد هناك خلاف ما بين الإسرائيليين والأمريكيين على طبيعة هذه الإدارة ومستقبل قطاع غزة. هل ستكون السلطة الوطنية الفلسطينية كما تطرح الإدارة الأمريكية، أم كما تطرح إسرائيل سيكون هناك إدارة جديدة من المجتمع المحلي، والتي كما قيل أنهم بدأوا بتجربتها في حي الزيتون في شمال قطاع غزة، أم سيكون شكل آخر؟ ولكن بالمحصلة تستمر المساعدات الأمريكية سواء العسكرية أو المالية من الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، ويستمر الغطاء السياسي. الغطاء السياسي في مجلس الأمن الدولي تجلى بالتصويت الفيتو. هذا يعني أن العلاقة البنية الكولونيالية ما بين الدولتين، والتي قائمة على اعتبارات كثيرة، هي عابرة للأحزاب السياسية في واشنطن، عابرة لمؤسسات الدولة العميقة، وعابرة للكونغرس. هناك إجماع ما بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على دعم إسرائيل. يختلف الحزبان في قضايا داخلية محددة، ولكن عندما تأتي الأمور إلى دعم إسرائيل هناك توجه قوي. والآن الخلاف داخل الكونغرس على المساعدات المالية لإسرائيل ليس لكونها لإسرائيل، ولكن
لأن الديمقراطيون يربطون الدعم لإسرائيل بضرورة أن يتساوى مع الدعم لأوكرانيا في حزمة واحدة، لأوكرانيا وتايوان، وهذا هو وجه الخلاف، وليس أنه لا يوجد هناك أغلبية داخل مجلس النواب، هناك أغلبية في مجلس النواب لتقديم 14 مليار دولار لإسرائيل، ولكن يضغط الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لإسقاط هذا المشروع لأنه لا يشمل المساعدات المقررة لأوكرانيا والتي تقارب حوالي 60 مليار دولار أمريكي. بالمجمل السياسة الأمريكية تتفق مع السياسة الإسرائيلية بشكل كامل، ولكن هناك خلاف، ليس خلاف، تباين في وجهات النظر على الأدوات والأساليب التي يمكن تنفيذ بها تلك السياسة. متى تتغير، متى يتغير هذا الاختلاف في وجهات النظر إلى خلاف حقيقي ربما يؤدي إلى عرقلة أمريكية للسياسة الإسرائيلية؟ ما الذي يجب أن يحدث؟ إذا أصبح الموقف من إسرائيل داخل المجتمع الأمريكي والنخب الأمريكية والأحزاب الأمريكية مسألة خلافية فوق حزبية وليست فوق حزبية كما هي الآن، نستطيع وقتها أن نقول أن هناك خلاف ما بين الأمريكيين والإسرائيليين، ونستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الضغط وإجبار إسرائيل على اتخاذ مواقف. الآن الموقف الأمريكي هو الأضعف، موقف إدارة الرئيس بايدن هي الأضعف، لأنها في سنة انتخابات وهي بحاجة إلى التبرعات وتمويل الحملات الانتخابية من رجال المال والأعمال اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل أن كل استطلاعات الرأي تشير إلى تفوق مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق ترامب على الرئيس بايدن، واستمرار تفوق السناتورات في مجلس الشيوخ الأمريكي على الجمهوريين على الديمقراطيين، بمعنى أننا أمام إدارة أمريكية جديدة جمهورية بمجلسي النواب والشيوخ والبيت الأبيض، وهي التي يفضلها بنيامين نتنياهو في التعامل معها، لأنها تنطلق بدعم إسرائيل من منطلقات ذاتية عقائدية وليست من منطلقات مصالحية أيديولوجية سياسية. إذا تحدثنا بعض الشيء دكتور حسين عن الداخل الإسرائيلي، يعني تركنا العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وذهبنا، يعني كنت تتحدث عن أن هناك دعم داخلي لسياسة نتنياهو فيما يتعلق بالحرب على غزة، كنا نتابع منذ فترة عن بعض يعني المظاهرات في الشوارع الإسرائيلية، عن بعض الرفض أو الغضب تجاه سياسة نتنياهو خاصة فيما يتعلق بالمحتجزين في قطاع غزة. كيف يؤثر ذلك أو هل له من صدد على استراتيجية نتنياهو، وهل ربما يهدد استمرار نتنياهو في الحكومة، وهل ربما تظهر المعارضة بشكل آخر وتغير من اتجاه إسرائيل لقطاع غزة والحرب على غزة؟ لا شك أن هذه الحرب هي أضعفت بنيامين نتنياهو، ولكن أيضا أضعفت المعارضة أو أحزاب اليسار وأحزاب الوسط. كل استطلاعات الرأي تشير إلى اختفاء حزب العمل من أي انتخابات قادمة، أنه لن يحصل على نسبة الحسم، إضافة إلى ذلك أن حزب يش عتيد الذي يتزعمه يير لبيد الذي يمثل زعيم المعارضة الحالية يتراجع في استطلاعات الرأي من 22 مقعد في الكنيسة الآن إلى 12 مقعدا. مقابل ذلك يتفوق حزب بيني غانتس وهو شريك في الحكومة وشريك في مجلس الحرب ويواصل تقدمه ليحصل على 40 مقعد، ولكن بيني غانتس هو ليس يسار وليس وسط كما عبر عنه يائير جولان عضو الكنيسة عن حزب ميرتس السابق، أنه الوسطية المتطرفة أو المركز المتطرف، هو يمين جنرالات قادة الجيش السابقين وهم يمثلون حزب مركز يمين، ويتفقون مع بنيامين نتنياهو في كل سياساته في قطاع غزة، ولكن يختلفون معه في الأولويات. هل الأولوية لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين أم اجتياح رفح وتدمير وسائل المقاومة في قطاع غزة؟ هذا من جانب. من جانب آخر، الحراكات الشعبية والمطلبية داخل المجتمع الإسرائيلي لا زالت خجولة. هناك حراك واحد هو حراك أهالي الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، هم الذين يتظاهرون في تل أبيب والقدس
كل يوم جمعة، ولكن هذا الحراك لا زال حراكا ضعيفا لم يتحول إلى حالة شعبية جماهيرية ضاغطة ومؤثرة. نعم داخل نعم، شكرا لك دكتور حسين الديك خبير الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس المحتلة.